بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية شعبة علوم الحاسب. محاضرة اليوم إن شاء الله هنستكمل فيها بالشرح والتوضيح ما سبق الكلام عنه في المحاضرة السابقة عن الأسيمبلي لانجويج. اتكلمنا في المحاضرة السابقة لو نتذكر مع بعض عن مستويات لغات البرمجة، اتكلمنا عن الماشين لانجويج، اتكلمنا عن الاسمبلي لانجويج، اتكلمنا خدنا اتعرفنا على الصيغة العامة لكتابة أمر بالاسمبلي، وخدنا الفيلد بتاعتنا كلها اللي بيتكون منها الأمر أو صيغة الأمر في الاسمبلي، وخدنا الجزء أو المقطع الخاص بالنيم والشروط الواجب توافرها فيه. النهاردة إن شاء الله في محاضرة اليوم العناصر اللي هنتناولها هتستكمل بقية موضوع الـ Assembly Language. عناصر محاضرة اليوم هنتكلم فيها عن الـ Operation Field. احنا اتكلمنا طبعا عن Name Field، احنا قلنا كنا عندنا قلنا الصيغة العامة للأمر في الـ Assembly Language. لو حد يفتكر معانا حد يقول أول حاجة كان معانا إيه؟ هما في أربع فيلد، أربع حقول رئيسية يتكون منها أو يشتمل عليها الصيغة العامة للأوامر. أول فيلد معانا قلنا إن هو النيم، وده اللي توقفنا عليه في المحاضرة الماضية. تاني فيلد الأوبريشن فيلد، وبعد كده عندي الأوبريند، ده اللي هنتكلم عنه النقطة التانية، الأوبريند فيلد، بعد كده الكومنت فيلد. دول الأربع حقول الرئيسية اللي بيتكون منهم أو الصيغة العامة للأوامر في الـ Assembly Language. بعد كده هنتكلم عن الداتا اللي بتخش في البرامج بتاعتنا، وبعد كده الـ Positive and Negative Factors in the Assembly Language، النواحي الإيجابية والسلبية في لغة الـ Assembly. نبدأ بأول عنصر مع بعض اللي هو حقل تعليمة أو الأمر. الأوبريشن فيلد حقل الأوبريشن فيلد يا شباب من الاسم بتاعه بيحتوي يعني بعد النيم على طول، واحنا قلنا النيم حقل الفيلد النيم ده حقل اختياري ليك، ممكن نكتبه او ما نكتبهوش، وده بيدل على عمليات التفريع داخل الاسمبلي لانجويج. في الحقل بتاع التعليمه بتاعنا ده بيحتوي من الاسم بتاعه الاوبريشن فيلد بيحتوي على الامر اللي احنا هننفذه او التعليمه، يطلق عليها الامر او التعليمه المطلوب تنفيذها. فانا اول ما بشوف كده طبعا لو مفيش نيم موجود عندي، فاول حاجه المفروض الاقيها عندي الامر بتاعي او التعليمه، وغالبا التعليمات بتاعه الاسمبلي لانجويج بتبقى تعليمات بسيطه، الاوامر بتاعتها سهله سهله الحفظ زي موف اد سب، هنلاقي كل الكلام ده كله اوامر بتتقال بصوره مبسطه. فبيحتوي هذا اللاين او هذا يحتوي هذا الحقل على الأمر المطلوب تنفيذه في هذا السطر. طبعا لما هنيجي نكتب أي حاجة في الحقل ده، لو في أي حاجة غير اللي متعرف عليها الأسمبلر، أنا عندي طبعا في أسمبلر هيبقى موجود زي الكومبايلر في لغات البرمجة الحديثة اللي موجودة معانا دلوقتي أو الهاي ليفل اللي موجودة في الهاي ليفل، بيبقى في عندي الأسمبلر. الأسمبلر ده بيتولى ترجمة أي شيء يتم كتابته في الأسمبلي من ضمنها اللي هي الاوامر بتاعت اللي انا هكتبها، فلازم تكون حاجه معروفه للاسمبلر نفسه، يعني لازم تكون حاجه معروفه بالنسبه له زي موف اد سب عشان يقدر يترجمها، بخلاف كده هيحصل ايرور معايا، وخصوصا لو اول ما يجي يقرا هو متعود ان انا هيبقى هيظهر عندي اول فيلد موجود عندي النيم، بعد النيم هيبقى عندي ايه، بيبقى في مسافه زي ما قلنا زي ما اتفقنا مع بعض بين كل فيلد وفيلد في مسافه موجوده عندي. بعد كده هيقرا الامر بتاع ايه، الامر اللي موجود عندي في حقل الاوبريشن المفروض يبقى امر معروف بالنسبه له في الاسمبلر، فلو لا مش معروف بيحصل ايرور معايا، فيجب ان تكون احدى التعليمات المعروفه للاسمبلر، مش اي حاجه بتتكتب بقى هنا، مش زي النيم او في الكومنتس مثلا بنكتب اي نصوص مكتوبه باللغه الانجليزيه حيث سيقوم بتحويلها الى لغه الاله،
هو هنا الاسمبلر ده دوره ان هو كوسيط، ان هو بيقدر يحول التعليمات اللي مكتوبه بلغه انجليزيه مفهومه وواضحه بالنسبه لنا، بيحولها ايه للماشين لانجويج 01، حيث سيقوم بتحويلها الى لغه الاله. كمثال بعض التعليمات اللي هنتعامل معاها ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، وهنبدا نشتغل بقى نطبق عملي موف واد وصب، نبدا نركز معاهم ونعرفهم برضو لان هنتعامل معاهم في المحاضرات الجايه. الحقل الثاني ايه يا شباب؟ احنا في لغايه دلوقتي خدنا حقلين مع بعض، النيم، حقل النيم. الحقل الثاني حقل ايه؟ الاوبريشن. يتفضل معانا حقل ايه؟ المعاملات، الاوبريندس. الاوبريند فيلد او الاوبريندس فيلد حقل المعاملات. الحقل ده بيحتوي دايما، بيحتوي معانا في ايه؟ بيحتوي بعد، هو بيجي بعد التعليمات بتاعتنا الاوامر، دايما هنجد فيه ان هو بيحتوي على ايه؟ احنا بنتوقع ان حقل المعاملات ده هيحتوي على ايه؟ انا اديت له امر موف، امر اد، امر صب، الاوامر اللي انا بديها دي كلها لازم هيبقى موجود فيها الريجسترات، السجلات اللي انا هحط فيها الداتا بتاعتي، هعمل فيها المعاملات اللي احنا درسناها في المعالج 8086، زي ما احنا اتعرفنا على سجلات المعطيات والسيجمنت ريجسترز والاندكس والفلاج ريجسترز وكل السجلات والجنرال ريجسترز، كل السجلات اللي احنا اتعرفنا عليها دي كلها، دي اللي من خلالها هقدر احط الداتا بتاعتي واقدر اعمل عمليات معالجة داخل البروسيسور بتاعي. فبيحتوي المعاملات دي اكيد لازم هيبقى فيها عناوين لسجلات داخل المعالج، وفيها المتغيرات بتاعتي والثوابت اللي هتبقى موجودة عندي. فبيحتوي هذا الحقل على المعاملات من مسجلات الريجسترز اللي هتبقى موجودة معايا على حسب المعالج، نوع المعالج اللي انا هشتغل عليه، واحنا اتفقنا ان احنا هنشتغل على المعالج 8086، ومتغيرات وثوابت والتي سيتم تنفيذ الامر الحالي عليها، مثل عمليات الجمع مثلا. احنا الحقل بتاعنا بتاع المعاملات ممكن بيبقى فيه قيمتين، ممكن يبقى في بعض الاحيان بيحتوي على قيمة واحدة او قيمتين، بس هو في الغالب معظم الاوامر اللي احنا هنشتغل معاها دايما بيحتوي على قيمتين او معاملين. يحتوي، يمكن لهذا الحقل ان يحتوي على قيمتين او قيمة واحدة، او لا يحتوي على اي قيمة على الاطلاق. في بعض الاحيان ما بيبقاش فيه اي قيمة موجودة عندي على الاطلاق، وده حسب نوع الامر اللي انا هستخدمه، يعني ده بيبقى تابع لنتيجة الامر اللي انا هستخدمه. فممكن في بعض الاحيان بنستخدم، بنبدا على طول اللاين بتاعنا بكومنتس مثلا، بنبدا بالسيمي كولم كومنتس. ففي الحاله دي ما بيبقاش فيه عندي محتاج ان انا احط معامل اول ومعامل تاني، وما بيبقاش الكلام ده، في بتبقى حالات نادره، ما بيبقاش عندي هنا لا يحتوي على اي قيمه على الاطلاق. طب في حالة الحقول بقى ذات المعاملين، احنا قلنا ممكن يبقى عندي في معامل واحد او لا يحتوي، او في معاملين. في حالة ودي الشائعة او الغالبة اللي احنا هنتعامل معاها على طول، بتتكون من ايه؟ بيبقى شكل التعليمة او شكل الامر اللي احنا، او الكود اللي احنا هنكتبه في الاسيمبلي هيبقى عامل ازاي. اول حاجة هنتكلم عن المعامل الاول. المعامل الاول ده اللي بيقع على طول بعد التعليمة بتاعتي، يعني انا عندي النيم وبعدين التعليمة اللي هي هتبقى موف او اد او صب، يعني بعد التعليمة بعد موف على طول بيقع عندي هنا ايه؟ المعامل الاول. المعامل الاول هو الذي سيتم تخزين النتيجة فيه، ده بيسمى عندي الديستنيشن اوبريند اللي هو المستودع اللي احنا هنحط فيه القيم بتاعتنا، هو الذي سيتم تخزين النتيجة فيه. ده بيبقى ايه؟ الحقل المستودع ده او الجزء او المعامل الاول ده بيقع على طول بعد التعليم، وهو يكون اما احد المسجلات او موقع محدد في الذاكره. يعني ممكن يكون عندي ريجستر من الريجسترات الرئيسيه اللي موجوده بتاعه البروسيسور، اي ريجستر زي سيجمنت ريجستر او جنرال ريجستر عندي، اي سجل من السجلات بتاعتي ديت، او موقع بقى عنوان محدد في الرامات عندي، وده بيطلق عليه هنا ايه؟ الديستنيشن اوبريند، المعامل الاول او يسمى المستودع. طب المعامل الثاني
بيقع على طول بعد المعامل الاول. يبقى انا عندي التعليمه الموف وبعد كده المعامل الاول وبعد كده المعامل الثاني، ودي الصوره الغالبه للكود اللي احنا هنكتبه في الاسمبلي لانجوج. يعني معظم الاوامر هتلاقيها تاخد الشكل العام اللي انا بقول لكم عليه دلوقتي، انه يبقى عندي التعليمه نفسها موف وبعد كده المعامل الاول اللي هو عباره فيه عن عنوان الريجستر الرئيسي اللي انا هحط فيه الداتا بتاعتي، ممكن يكون اي اكس مثلا، اقول له موف اي اكس، وبعد كده يجي عندي بقى المعامل الثاني اللي بيطلق عليه ايه السورس اوبريند او الايه او المصدر. المعامل الثاني عندي يحتوي على المصدر السورس اوبريند، وفي العاده لا يتم تغيير قيمته بعد تنفيذ الامر. اول ما بنفذ بقى الاوامر هو القيمه او الداتا اللي محطوطه فيه ما بتتغيرش. يعني انا بحط فيه رقم 5 رقم 20، يعني عايز اقول موف سي اكس 5 يعني هنا. ففي الحالة دي الرقم اللي موجود عندي في السورس اوبريند ما بيتغيرش، ما بيفضل زي القيمة بتاعته ثابتة. التغيير اللي بيتم عندي بيتم فين؟ في المعامل الأول اللي هو المستودع عندي. يبقى عندي هنا ايه الشكل العام بتاعي اللي انا غالبا ده اللي هنمشي عليه، اللي هو التعليمة اللي هتبقى موف، بعد كده الاوبريشن ده هو الاوبريشن فيلد، وبعد كده الاوبريند فيلد او الاوبرندز ده بيبقى عندي عباره عن معاملين، المعامل الاول والمعامل الثاني. المعامل الاول اللي هو الديستنيشن اوبرند، والمعامل الثاني عندي ايه السورس اوبرند. وطبعا عندي النيم في الاول وعندي الكومنتس في الاخر، دول اختياري لينا يعني، مش هنستعملهم على طول مع بعض. فهو الصيغه العامه بتاعتنا التعليمه بتاعتي ادي موف، وبعد كده المعامل الاول الديستنيشن اوبرند، وبعد كده المعامل الثاني السورس اوبرند. هتلاقي كده التعليمات بتاعتنا كلها في الاسمبلي لانجويج، بسيطه جدا وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه. النيم والكومنتس طبعا في بعض زمايلكم في السنين السابقه، مش انتم يعني من المميزين يعني اللي كانوا بيبقوا معانا لما كنا بنكتب برامج او اكواد، كان دايما انا دايما كنت اقول ايه ان احنا عندنا العناصر الرئيسيه اللي هتكون منها الكود التعليمه بتاعتنا اللي هي، وبعد كده ايه المعاملات اللي موجوده عندي، فكله بيلتزم بيها. في بعض الناس بقى كانت تكتب لي النيم، يكتب لي النيم ويكتب لي الكومنتس، فيبقى هنا ايه زيادة عنده، فبيظهر الكود بتاعي بشكل ايه مفصل اكتر. ففي الحالة دي برضو انت عندك الخيارين، يا اما هنلتزم بالشكل العام بتاعنا اللي هو عندي الاوبريشن فيلد والاوبريند فيلد اللي هم دول الاساسيين، والاوبريند فيلد بيبقى عندي عبارة عن شقين، المعامل الاول والمعامل الثاني. يعني هم هنا ايه هتلاقيهم ثلاث اجزاء زي ما هنشوف في صيغ الاوامر بعد كده. حبيت بقى انت وانت بتشتغل معايا وبتكود تكتب لي النيم وتكتب لي الكومنتس، طبعا ده بيحسب بناخده في الحسبان ان شاء الله وبنميزكوا فيه. بعد كده يجي الحقل الاخير عندنا، حد يفكرنا بيه؟ احنا اخدنا ايه نراجع مع بعض النيم والاوبريشن فيلد والاوبرندس فيلد، اتفضل معانا اخر حقل اللي موجود في جميع لغات البرمجه اللي هو ايه كومنت فيلد. حقل التعليمات او الملاحظات هتلاقي في جميع لغات البرمجه حتى الهاي ليفل كله موجود فيها حقل الكومنتس، وده بيبقى ركن اساسي او محور اساسي من المحاور لما بنيجي نستعرض شكل كتابه الكود في اي لغه، بنلاقي دايما عندنا موجود الكومنت ولا يمكن الاستغناء عنه، لأن أي مبرمج في بعض الأحيان أثناء كتابة الأكواد البرمجية للبرنامج بيجي في وسط البرنامج محتاج إن هو يكتب بعض الملاحظات أو النوتس الخاصة بيه عشان يتم الرجوع ليها. النوتس دي يا شباب لما بيجي يكتب البرنامج والكود بيمشي، أول ما بيلاقي في سيمي كولوم بتاعة أو الكومنتس اللي موجودة عندي بيتجاهلها، ما بيحسبهاش في البرنامج. بس هي دي حلوه للمبرمج لما بيجي يراجع بقى اي حاجه، يشوف الامر ده محطوط هنا ليه، عايز يرجع يعدل حاجه، فدي لا غنى عنها ودايما بتحتاجها خصوصا في البرامج اللي هتبقى تعمل اكواد برمجيه لبروجكت كبير، فمحتاج انك في الوسط تعمل نوتس تبقى موجوده عندك. يحتوي هذا الحقل على ملاحظات من المبرمج وتعليقات على الامر الحالي. يعني هنا ممكن تبقى هنا في ملاحظات من المبرمج انت بتشوفها وبعض التعليقات اللي انت قدر انك ممكن ايه تحتاجها. ايه العلامة ان احنا نعرف ان الحقل ده بتاعنا كومنتس او ملاحظات؟ اول ما اشوف ايه السيمي كولون بتاعي،
يتم بدء هذا الحقل بالفاصلة المنقوطة السيمي كولون بتاعتنا. أول ما نبدأ هنا كده الكمبيوتر أو لغة البرمجة تشوف دي العلامة بتاعتي إن في هنا كومنتس موجودة عندي، وأي عبارة تقع بعد هذه الفاصلة المنقوطة يتم تجاهلها على أنها ملاحظات، خلاص ما يحسبهاش في الكود البرمجي. أول ما يشوف السيمي كولوم خلاص يفوت العبارة دي على طول ويخش على اللي بعديها ويستكمل البرنامج وكتابة الأكواد اللي موجودة عندي. واضح يا شباب؟ نشوف مثال. في تعليق هنا مثلا بيقول لك غير مناسب. هنا عايز برضو أذكركم باللي احنا قلناه مع بعض. دي أول حاجة هنا إيه؟ ده النيم ولا تعليمة معايا؟ أدي تعليمة بتاعت موف أهو، ده أوبريشن فيلد هنا، يبقى أنا بدأت هنا بالأوبريشن فيلد والأوبرندس فيلد، غالبًا اللي إحنا الأوامر كلها هتاخد الشكل ده زي ما أنا قلت لكم مع بعض كده، يبقى أنا عندي هنا الأوبريشن فيلد والأوبرندس فيلد. الأوبرندس فيلد يا شباب قلنا بيتكون من حاجتين هنا أهو، عندي هنا إيه؟ ده هنا المصدر وده هنا المستودع. عندي هنا ايه المصدر السورس بتاعي وهنا الديستنيشن المستودع بتاعي. هنا ده الشقين بتوع هنا، ده الشق التاني اللي عندي. يبقى عندي ده الاوبريشن فيلد والاوبرندس فيلد، ده المعاملات بتاعتي. ده المعامل الاول، قلنا المعامل الاول يطلق عليه هنا ايه المستودع، والمعامل التاني يطلق عليه ايه المصدر السورس بتاعي. لا تتغير قيمة المصدر هنا بعد تنفيذ الأمر. لو أنا كاتب هنا السي اكس 5 مثلا بدل الزيرو هتفضل زي ما هي. اللي هيتغير عندي الريجستر بتاع السي اكس كاونت سي اكس اللي هنا ده، هو ده اللي هيتغير القيمة بعد التنفيذ. فأنا كاتب هنا وبعد كده موجود عندي السيمي كولوم بتاعتي، وبعد كده كاتب الكومنتس اللي موجودة. طبعا احنا قلنا الكومنتس دي هيتجاهلها ساعة تنفيذ الأوامر اللي موجودة عندي. فبقول لي هنا التعليق التالي غير مناسب، هو هنا move 0 to CX. هو هنا أنا ما بنقلش، هو هنا بيترجم الموجود هنا move CX، فهو بيقول لك احنا هننقل، احنا قلنا ده المصدر وده المستودع. فبقول لي هنا move 0 to CX، يعني هو فاكر ان هو هينقل من المصدر للمستودع عندي للديستنيشن، من السورس للديستنيشن كده هناخد ننقل هنا لهنا. فالتعليق ده مش مناسب، في خلط. هو هنا المفروض ان الكاونت سي اكس ده هنعمل له هنا ايه اعاده تهيئه عند الزيرو، هنصفره هنخليه انيشلايزد عند الزيرو هنا. وكان من الافضل ان يتم كتابه التعليق بالشكل التالي ده. بنكتب هنا التعليمة بتاعتنا زي ما هي موجودة فوق move cx، وبعد كده هنا الزيرو فاصلة الزيرو بتاعتي، ونعمل سيمي كولوم اللي موجودة cx counts terms، يعني هنا حساب الشروط بتاعتي initialize to zero، يعني بنبدأ التهيئة بتاعتنا أو بنصفر العداد بتاعي يبدأ من عند الصفر. ممكن واحد يقول لي هنبدأه من عند الخمسة أو هنبدأ من عند الستة. فالمهم هنا المقصود بالعبارة هنا مش نقل الرقم 0 للريجستر سي اكس، لا ده احنا بنعمل إعادة تهيئة أو تصفير للعدادات عند الرقم 0. فهنا بقول لك هنا التعليق الكومنتس اللي انت كاتبه هنا ممكن يعمل خلط، أو اللي يقراه يفسره خطأ يعني. فلازم يبقى الكومنتس بتاعك معبر للمبرمج عن المقصود او الوظيفه اللي بتقوم بيها الكود بتاعك او الكود البرمجي. في بعض الاحيان بيقول لك يتم احيانا استخدام سطر كامل على انه تعليق، وذلك في حاله شرح فقره محدده. يعني ممكن تاخد لاين كده على طول. احنا خدنا الصوره اللي فاتت يا شباب ايه، ان انا كتبت الكود بتاعي وبعدين سيمي كولوم وكتبت الكومنتس بتاعتي اللي موجوده. لا انا ممكن اخد على طول من بدايه السطر كده واقوم جاي عامل سيمي كولوم واقوم جاي كاتب ايه الكومنتس بتاعتي زي كده كده، او عملت هنا انيشلايز ريجسترز، عملت هنا تهيئه السجلات، وبعد كده بقى اجيب الاكواد بتاعتي موف سي اكس هنا 0 واقول له موف بي اكس هنا ايه 0. فممكن برضو هنا ايه يتم احيانا استخدام سطر كامل على انه تعليق، يعني مش شرط ان انا اقوم جاي واخد هنا بعد كتابة التعليمة بتاعتي او الكود اقوم جاي عامل سيمي كولوم كده وكاتب الامر بتاعي. دي صورة اخرى لكتابة الكومنتس. ممكن انت وانت بتعمل برنامج هطلب منكم مثلا في الامتحان او في اعمال السنة او في الكلام ده كله نكتب كود، واحد يقوم جاي كاتب لي
هو بيبدأ بقى يقوم جاي كاتب لي الكومنتس بتاعته كده في بداية البرنامج، يبقى صح مفيش مشكلة. هنتكلم بعد كده عن البروجرام ده او البيانات اللي ممكن بنستخدمها في الاسمبلي لانجويج. ايه البيانات اللي احنا بنستخدمها في الاسمبلي لانجويج؟ طبعا اهم حاجة احنا اللي بنقدر ندخلها ونتعامل معاها الارقام. ممكن نتعامل الاسمبلي لانجويج تتعامل مع ارقام، فممكن يقوم البرنامج بالتعامل مع البيانات في صورة ارقام ثنائية الزيرو والوان. انا طبعا عندي في الاسمبلي لانجويج ممكن اتعامل مع اكتر من صورة، يعني ممكن هل انا ممكن بس هدخل قيم الارقام في شكل 0 1؟ لا، ده انا ممكن ادخلها على شكل عشري، الارقام العشرية بتاعتنا ممكن ادخلها بالنظام السداسي 10، ممكن ادخلها بالنظام الباينري. بس اهم حاجة اعرف احط وانا بكتب الكود بتاعي اعرف الرقم ده هل هو ثنائي ولا بالنظام السداسي 10 او النظام العشري. طبعا انتوا خدتوا الانظمه العدديه في سنه اولى وفاكرين ازاي نكتب رقم بالنظام السداسي 10، نكتب رقم بالنظام العشري، بالنظام الثماني وهكذا. بيقول لك ان وفي برامج لغه التجميع يتم التعامل مع الارقام في الصوره الثنائيه، يبقى انا ممكن اتعامل في الصوره الثنائيه الباينري، او ممكن اتعامل في بالهكسا هكسا ديسيمال، او ممكن بالديسيمال، او حتى في صوره حروف ممكن اتعامل هنا ايه اتعامل في شكل حروف معايا. يبقى كل ده ممكن اتعامل معاه، بس ازاي نقدر نميزه؟ هفكركم باللي احنا خدناه في سنه اولى مع بعض. الاعداد النمبرز ازاي نقدر نعرف او نكتب التعليمه، اقول له ان انا هدي رقم بالنظام الثنائي ازاي، رقم بالنظام السداسي 10، رقم بالنظام العشري وهكذا. الارقام الثنائيه زي ما احنا عارفين يا شباب بيتم كتابتها في صوره 0 و1، ودايما واحنا بنكتب الرقم لازم ينتهي بحرف بي كابيتال او سمول، مش هتفرق، للدلاله على ان الرقم باينري. انا كاتب كده عبارة عن سلسلة من الزيرو والوان، فدي انا عايز اعرف هل الارقام دي عايز اميزها واعرف المعالج بتاعي ان الارقام دي ثنائية، فبتكتب بالصيغة بتاعتي كده. ممكن اكتب ادي الرقم موجود وفي نهاية الرقم موجود عندي ايه، بي سمول او بي كابيتال. طب الارقام العشرية، الرقم العشر بتاعنا اللي احنا عارفينه من الصفر لغاية التسعة، بتكتب الرقم بتاعك عادي بأي صورة، وبعد كده ينتهي بحرف دي يتم كتابتها في الصورة المعتادة وبدون حرف في النهاية، كما يمكن أن تنتهي بالحرف دي أو الحرف دي اسمه على أنها عشرية. يعني أنا عندي 3 حالات ممكن أكتب فيها، ممكن أكتب الرقم عادي الرقم كده ومش هيبقى فيه نهايته، مش هحط في نهايته دي أو نهايته بي، طالما أي أرقام موجودة عندي ومفيش في نهايتها رمز بيعرف ان الارقام دي بايه مكتوبة بالنظام العشري. او الحالة التانية ان ممكن يكون في نهاية الرقم دي كابيتال، والحالة التالتة ان يكون في نهايته ايه دي سمول. نشوف كده الصور معانا، يبقى دي صورة كده الرقم عشري ممكن نكتبه في الاسمبلي لانجويج، ممكن نتعامل معاه بالاسمبلي لانجويج بالصورة ديت دي سمول، او في نهايته هنا ايه دي كابيتال. الهكسا ديسيمال هنشوف بقى النظام السداسي 10. في النظام الهكسا لازم علشان نميزه لازم يبدأ برقم، لأن احنا عارفين إن الرقم في النظام السداسي 10 في بعض الأرقام ممكن يبقى فيها حروف وبعض الأرقام فيها إيه، ممكن نكتبه الأرقام بس، وممكن يبقى الرقم عبارة عن رقم وحروف الاتنين مع بعض. فلازم هنا عشان اكتب اي رقم بالنظام السداسي 10 لازم يبدأ معايا برقم. ففي بعض الاحيان بقى هنا هنعمل ايه، هيبقى عندي بداية الرقم ايه بي مثلا، اقوم جاي حامل كده ايه بي، ما ينفعش اكتبه كده غلط. في الحالات الحل بتاع احنا نقول لك لازم يبدأ برقم، يبقى في الحالات دي هنعمل ايه، نحط زيرو قبل ما اكتب. انا عندي رقم بالنظام السداسي 10 هيبقى اي بي مثلا، ما ينفعش اكتب اي بي كده،
لو كتبت ايه بي كده مش هيقدر يتعامل معاه، وهيقدر ممكن يفتكره متغير. فعندي لا، انا عايز اميزه واعرف الاسمبلر بتاعي ان ده رقم موجود عندي، فبحط في بداية قبل يسبق الاي بي دي احط زيرو. نشوف الشروط، يجب ان تبدأ برقم وتنتهي بالحرف اتش كابيتال او الحرف اتش سمول زي النظام العشري او النظام الباينري الثنائي، للدلالة على انها سداسية 10 هكسا ديسيمال. ناخد امثلة كده، يعني هنا خدت هنا 0 اي بي اتش، هو الرقم هنا بتاعي بالنظام السداسي 10 اي بي اتش. الزيرو دي انا حطيتها بس عشان لازم يبقى شرط عندي، لازم يبقى هنا ايه يبدأ برقم، او ده الرقم بتاعي طبيعي 5 6 اتش، ده خلاص ما فيش مشكلة فيه. بيقول لي هنا السبب في استعمال الزيرو في المثال الاول، هنا بيقول في المثال الاول لتوضيح ان المطلوب هو الرقم السداسي 10 الاي بي، والاتش اللي في النهاية دي هنا قلنا دي عشان تدل عندي ان هو ايه النظام الهكسا وليس المتغير المسمى اي بي. هنديكو من خلال الشرح المبسط اللي انا حاولت، يعني مش عايز اخوض في موضوع الارقام والانظمه العدديه والكلام ده كله، المفروض احنا خدناه في سنه اولى بالشرح والتفصيل والتمرين، وخدنا مسائل عليه جمع وطرح وضرب بالانظمه العدديه والتحويل من النظام السداسي 10 للنظام الثماني ومن النظام الثنائي للعاشر وهكذا. الانظمه دي مش عايزين نتكلم، مش عايزين نستفيض فيها، بس هنقول هديكوا بعد كده الحاجات اللي ممكن لما نيجي نكتب كود في الاسمبلي تعرف انت كاتب الرقم ده صح ولا كاتبه غلط. هنديكوا كده بعض الامثله وتقول لي انت تجاوب معايا صح ولا غلط، وانا ايه هساعدك في الاجابه دلوقتي مع بعض اونلاين، بس هديك فرصه انك تفكر معايا. اول حاجه كده بيقول لك هنا ايه، اي الارقام الاتيه صحيح. هديك انا رقم دلوقتي وتقول لي الرقم ده صح ولا غلط. اول رقم معايا كده ده صح ولا غلط يا شباب؟ ده عادي صحيح هنا، لان هنا ممكن ده يبقى عندي هنا ايه ديسيمال، ما انا عندي الارقام الديسيمال فيها الوان والزيرو وان عادي صحيح بقى، ده هنا نظام عشر. ممكن واحد يقول لك لا ده غلط عشان بي، لا ده هو ديسيمال هنا. طب نشوف بقى الباينري زي ما انتوا كنتوا عايزين تقولوا، انا عملت هنا 1001 1 ده هنا وفي نهايته بي، هنا يقدر يميزه بقى هنا في الحالات دي ان هو ايه باينري. خلاص يبقى ده رقم هنا ايه ثنائي، لكن الرقم الاولاني ده رقم هنا ايه عشري. هنا 0 اي بي ده صح ولا غلط؟ انا سامع في ناس بتقول صح وسامع ناس بتقول غلط، اقول لكم انا ده غلط، مش باينري هنا، ده مش باينري هنا موجود معايا. الباينري مفيش ايه، انا ما عنديش هنا ايه، انا عندي يا وان يا زيرو، لا ده نظام هنا بيبقى عندي بالهكسة صح. طب هو هنا بدأ بالزيرو برقم صح، بس ايه الغلطة ما حطش الاتش يا شباب هنا في النهاية، المفروض تبقى عندي اتش، فيبقى هنا دي ايه غلط، لم ينتهي بالحرف اتش سمول او الاتش كابيتال. تمام، طب نديكوا رقم كمان نشوفكوا هتقولوا هتعملوا معانا في ايه. صح ولا غلط؟ صح، ده رقم اهو، هو اللي فوق بس اللي كان فيه لخبطه، ممكن الناس تتلخبط فيه تفتكروا ان هو ثنائي، لكن هنا ما فيش، ده هنا 10011 عادي، ده رقم هنا بالنظام الديسيمال ما فيش مشكله، لكن ده ديسيمال عادي اهو سهل جدا ما فيش اي مشكله، ده رقم هنا ايه ديسيمال. الرقم ده صح ولا غلط؟ ايه الناس بتقول ايه، انا سامع ناس بتقول صح عشان في نهايته اتش، لا بس غلط، انتوا نسيتوا هنا، ده هنا في المفروض يبقى في بدايته هنا ايه، المفروض يبقى في بدايته لا يبدأ برقم، لازم يبقى في اوله هنا صفر زي ما قلنا، لا يبدأ برقم، يبقى دي غلط كده بالنظام، هو عمل كده في النهاية اتش اه، لكن ما ينفعش عندي اي رقم يبدأ بحرف، هو بالنظام الهكسا ديسيمال بس غلط معايا. نشوف ده كده
صح ولا غلط؟ صح، برافو عليك. وهنا ده يبدأ برقم وبعدين هنا اتش، يبقى هنا ايه؟ صح معايا، ده هيكسا ديسيمال مظبوط كده، ومطبق الشروط كلها متوفرة فيه. ها نشوف الأمر ده، الرقم ده يا شباب صح ولا غلط؟ في ناس قاعدة تفكر معايا. لا ده غلط. غلط ليه؟ حد يقول؟ في هنا رمز، هنا السيمي كولوم الفاصلة المنقوطة، ده حرف غير رقمي. ده هنا حرف غير رقمي، يعتبر هنا غلط معايا، يحتوي على حرف غير رقم. واضح يا شباب؟ يعني كده ايه، حاولنا برضو ايه يعني ايه الصيغ المختلفة لكتابة الأرقام داخل الأسمبلي لانجويج. لازم يبقى عندنا ايه خلفية بكتابة الأرقام وتمييزها، عشان يقدر الأسمبلي يقدر يتعامل معاها بصورة سليمة. هنتكلم بعد كده عن العوامل الإيجابية والسلبية في الأسمبلي لانجويج. أهم ميزة طبعا عندي في الأسمبلي لانجويج، لما حد يجي يشتغل مع الأسمبلي، السرعة في الأداء. لأن هو ليه السرعة في الأداء؟ لأن أنا بتعامل على طول مع المعالج عندي في المجمع، بيكون بتحولها مباشرة للغة الآلة عندي، في سرعة في استجابة سريعة معايا. دي أهم ميزة، إن أنا بقدر أتعامل مع المعالج مباشرة. يعني عندي لما يبقى مفيش سيستم ومفيش أي أنظمة موجودة، أنا بتعامل بصورة مباشرة مع المعالج والدرايفرات اللي موجودة عندي، بقدر أخش على الهاردوير بحل أي مشكلات موجودة عندي. فبيحصل عندي حاجة اسمها السرعة في الأداء، نظرا لأن المجمع يقوم بتحويلها مباشرة إلى لغة الآلة. عملية المراجعة بعد كده، لما براجع أي أقواد بتبقى عملية سهلة وبسيطة. فالوضوح عند التنقيح، لما باجي أراجع البرنامج بتاعي، حيث يمكن القول عن الشفرة المكتوبة بأنها تتبع نظام إيه؟ في نظام معين لما بنيجي نكتب الشفرة كده بنقول عليه what you write is what you get. اللي أنت بتكتبه هو اللي أنت هتحصل عليه. يعني في الأسمبلر أي حاجة أنت بتكتبها هتقدر تحصل عليها على طول، لان مفيش طول في كتابة الكود. What you write is what you get. اللي انت هتكتبه هو اللي انت هتحصل عليه. النقطة الثالثة عندي، ليس هناك اجراءات تضاف من قبل المجمع كما في اللغات اخرى مثل السي بلس بلس او السي. يعني مفيش، لما بتيجي هنا عندي انا لما باجي اتعامل في الاسمبلي، اللي انا بكتبه على طول المعالج بيتعامل معاه. لكن في لغة السي والسي بلس بلس، عند الكومبايلر بتاعي بيضيف بعض الأكواد. فمثلا لو أنا عامل البرنامج بتاعي أو الكود بتاعي في أي لغة من اللغات الهاي ليفل، كاتب الكود بتاعي عبارة عن 20 سطر. ال20 سطر دول عشان أكتبهم في الأسمبلر ممكن يقابلهم 100 سطر، ممكن يقابلهم 1000 سطر الأسمبلي. يعني شوف، تخيل أنت ممكن في الهاي ليفل بروجرام تكتب كود برنامج هياخد منك 20 سطر او 25 سطر 15 سطر، يقابلهم في الاسمبلي ممكن ياخدوا لغاية 1000 سطر، ال20 سطر اللي احنا بنعملهم دول. تخيل بقى لو انت بتعملهم بقى، هتحول بعد كده للباينري. الكود بقى اللي انت هتحوله بقى ده اللي هو الوان زيرو، بقى هيتحول كمان للغة الآلة. شوف هيوصل لقد ايه، لكام سطر برمجي. بيقول لك ان اي تطبيق من 20 سطر يقابله مئات. يعني شوف، اي تطبيق او ابلكيشن عامله من 20 سطر في اي لغه برمجه من الهاي ليفل يقابله مئات او ربما الالاف الاسطر البرمجيه في الاسمبلي وحدها. فما بالك بمثل هذا الكود المكتوب بلغه الاله. شوف بقى، تخيل انت كمان بقى لما هيتحول كمان للزيرو وان، هيبقى عندك سلسله كبيره جدا من الزيرو وان عشان تكتشف انت الاخطاء او العيوب في لغه الاله. عملية صعبة وشبه مستحيلة. طبعا الاسمبلي ليها قدرة كبيرة جدا للوصول لكافة الأجزاء الحاسب، كل الدرايفرات ممكن تقدر توصل لها في أي وقت في زمن قياس. قدرتها على الوصول إلى كافة أجزاء الحاسب دون أي عائق أمامها، خصوصا فيما يتعلق بمسألة كتابة محركات الدرايفرز. طبعا الاسيمبلي بيتميز ان هو بيتعامل مع اي نظام ويندوز عادي، ما عندوش مشكلة. بس هي المشكلة مش في نظام التشغيل، المشكلة عندي الويندوز ممكن يبقى موجود، انا بحط سيستم الويندوز على اكتر من جهاز، بس كل جهاز ليه مواصفات معالج خاصة بيه. يعني انا الويندوز بتاعي موجود على 20 جهاز، في كل جهاز من دول ليه معالج خاص بيه، الريجسترات بتاعته بتختلف عن المعالج الاخر.
فهي المشكله نفسها، مشكله الاسمبلي مش مع الويندوز نفسها، هي المشكله اكتر مع نوع المعالج. فالمساله فقط تتعلق بالمعالج المكتوب له التطبيق، انت هتكتب التطبيق بتاعك او الابليكيشن بانه معالج. فتطبيقات الاسمبلي التي تم التصريح على انها مكتوبه لمعالجات 386، لو انا عامل هنا التطبيق بتاع الابليكيشن اللي انا عامله هيشتغل على المعالجات 386، سيكون بامكانها استخدام التعليمات الخاصه بمعالج 286 وما قبله، مفيش مشكله، بالاضافه الى تعليمات 386. لكن المشكله عندها هتبقى فين؟ لكن ليس بامكانها استخدام تعليمات اضيفت الى المعالج 486، لان في سجلات او ريجسترات زادت عندي في المعالجات ده، فهيحصل عندي هنا ايه مشكله. فهي دي المشكله الاساسيه، ان دايما اقول لك هنا ايه، اللو ليفل مرتبطه بالاله نفسها، يعني هي البرمجه بتاعتها مرتبطه بدراسه الهاردوير. وبكده نكون غطينا الجزء النظري المتعلق بالاسيمبلي، وعرفنا طريقة كتابة الكود ازاي، الاكواد، كتابة الاكواد الرئيسية بتاعتنا. افكركم بيها، عندي فور فيلد رئيسيين، ان عندي النيم فيلد، وعندي الاوبريشن فيلد، الاوبرندس فيلد، وعندي الحقل الخاص بالايه، كومنتس او الملاحظات. غالبا كل الاوامر ان شاء الله في المحاضرة الجاية هنبدأ نكتب الاكواد بتاعتنا. غالبا كل الاكواد اللي احنا هنشتغل عليها يا شباب هتبقى في الاوبريشن فيلد والاوبرندس فيلد دي اللي هنتلاقي، وهتلاقي التعليمات بتاعتنا ايه، سهلة. وهحاول افكركم برضو في المحاضرة الجاية ان شاء الله بالريجسترات اللي خدناها في 8086، لان هنكتب بها الاكواد بتاعتنا، وهنديكم بعض الامثلة نتدرب عليها في المحاضرات الجاية، وان شاء الله يبقى تبقى مفيدة ليكم باذن الله. وشكرا ليكم ولاهتمامكم ومتابعتكم معانا.